الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس لا تكاد تتوقف حتى تبدأ مجددا بين مجموعتين مسلحتين رئيسيتين على وقع تفاقم الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب فتحي بشاغة. أسلحة خفيفة ومتوسطة تستخدم في الاشتباكات التي تتنقل في عدد من أحياء العاصمة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح وفق وزارة الصحة. كذلك نتج عن هذه الاشتباكات نزوح واسع لأهالي المدينة إلى مناطق أكثر أمنا. كان متوقعا الحقيقة أن الوضع المحتقد على الصراع على مسألة من هو صاحب الشرعية في السلطة صار نوع من المنافسات والتصريحات من الطرفين، لكن الحرب إذا بدأت خاصة ما بين أطراف ليست بجيوش منضبطة ومنظمة نخشى أنها تكبر وترجع إلى المربع الأول. وفيما أعلنت حال الطوارئ في محيط رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة، تمركزت قوات موالية للدبيبة في محيط مطار طرابلس المغلق، واقتربت قوات موالية لبشاغة من المدخل الشرقي لطرابلس استعدادا لدخولها. حكومة الوحدة برئاسة دبيبة قالت إن الاشتباكات جاءت بعد مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، متهمة قوات بشاغة باستخدام القوة للعدوان على المدينة، فيما أعلن متحدث باسم حكومة بشاغة أن الأخير لم يغادر ليبيا وأن حكومته رحبت بكل المبادرات المحلية والدولية لضمان انتقال السلطة سلميا، على عكس حكومة دبيبة المنتهية الصلاحية التي تغتصب الشرعية. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قطع زيارته إلى تونس إثر الاشتباكات وعاد لمتابعة الأوضاع عن كثب إلى طرابلس، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في طرابلس والامتناع عن التحريض على العنف.